تمام. المرة السابقة احنا فعليا شرحنا عن الموتس اوف انهيرتنس، وحكينا انه في عندي نوعين اساسيين من الموتس اوف انهيرتنس اللي هم المندليان والنان مندليان. وحكينا او تعمقنا، خليني احكي، في المندليان موتس اوف انهيرتنس اللي هم الاوتوسومال دوميننت وريسيسيف، الاكس لينك دوميننت وريسيسيف، وحكينا عنهم بالتفصيل وعن خصائصهم. هلا او محاضرة اليوم وجزء من المحاضرة المرة القادمة رح نحكي فيها عن بعض الأشياء المرتبطة في المودس أوف إنهيرتنس، عن بعض الأفكار اللي لازم نخليها في بالنا وقت ما ندرس أو وقت ما نشخص كيسز إلها علاقة في المودس أوف إنهيرتنس. أول إشي بدنا نبدأ فيه، بدنا نفرق بين مجموعة من المصطلحات المرتبطة في المودس أوف إنهيرتنس. إحنا المرة السابقة للناس اللي تتبعت حضرة التسجيل حكينا عن أحد المودز أوف إنهيريتنس اللي هو الإكس لينك مود أوف إنهيريتنس، وحكينا بهذا النوع من الإنهيريتنس بيكون فعليا في عندي نوعين أساسيين، أو في عندي منه نوعين أساسيين اللي هم الإكس لينك ريسيسيف والإكس لينك دوميننت. وقلنا بشكل أساسي الإكس لينك يعني إنه أنا بيكون عندي الجين المسؤول عن الديس أوردر هو جين محمول بشكل أساسي على الديفكتيف جين، عفوا على الإكس كروموسوم. فهذا النوع من الديس أوردر بشكل على اسم السكس لينك ديس أوردر. فالسكس لينك هم الديس أوردر اللي درسناهم المرة الماضية واللي حكينا عنهم كيف إنه بيكون عندي الجين المسؤول عن المرض محمول على الإكس كروموسوم، وحكينا في عندي منهم نوعين الريسيسيف والدوميننت. وفعليا هون حاطط لي أمثلة على الإكس لينك ريسيسيف ديس أوردرز وعلى الإكس لينك دوميننت ديس أوردرز بنوعها، فبتقدروا إذا حابين تتعمقوا أكثر عن هاي الأمراض تقدروا تفتحوا وتبحثوا عنهم. بالمقابل في عندي نوع آخر من أنواع الديس أوردرز بطلق عليه اسم السكس إنفلوينس ديس أوردرز. السكس إنفلوينس ديس أوردر هو فعليا مختلف بشكل تام عن السكس لينك. السكس إنفلوينس ديس أوردر لو بدي أجي أطلع على هذا النوع من الديس أوردرز بشكل أساسي هو نوع الديفكتيف جين فيه بيكون محمول على الأوتوسومال كروموسوم، يعني الجين المسؤول عن المرض محمول على أحد 22 كروموسومز اللي موجودين في الجسم اللي هم الأوتوسومال كروموسومز. ولكن طبيعة هذا المرض بشكل أساسي بتكون تتأثر بالجندر، تتأثر بالجنس. يعني في مرض ممكن إنه يكون هو محمول على الأوتوسومال كروموسومز، ولكن شدة أعراض المرض على سبيل المثال بتكون عند الميلز أكثر من عند الفيميلز، أو بتكون عند الفيميلز أكثر من عند الميلز. إبديبنس على شو هو المرض وعلى طبيعته، بس بشكل أساسي اللي بدنا نعرفه عن السكس إنفلوينس إنه هو مرض محمول على أحد الكروموسومات الجسمية، ما إلوش علاقة في الإكس كروموسوم. النقطة الثانية إنه طبيعة المرض نفسها تتأثر بالجنس. من أبرز الأمثلة على هذه disorders واللي راح توضح لنا sex influence disorders هو مرض الهيموكروماتوسيس. الهيموكروماتوسيس ممكن سمعتوا فيه من قبل، هو مرض تراكم الحديد. عند هدول الأشخاص اللي بيكونوا بيعانوا من الهيموكروماتوسيس disorders فعليا بيكون عندهم نسبة الحديد نسبة عالية في الجسم، بحيث إنه الجسم بيكون عنده مشكلة في التخلص من الحديد، فبصير عندهم ايرون اوفرلود. الحديد وقت ما يزيد في الجسم ففعليا الزايد اخو الناقص، بحيث انه زياده الحديد في الجسم هو فعليا إشي مش صحي ابدا، وتراكم الحديد راح يعمل لي فيلير باعضاء حيويه ومهمه جدا في الجسم مثل الهارت، الليفر، البنكرياس. كل هاي الاعضاء بتتاثر في حاله الهيموكروماتوز. فبالتالي هدول الأشخاص المصابين في الهيموكروماتوسيس الميلز منهم فعلياً شدة أعراض المرض عندهم كتير أعلى من الفيميل. السبب لهذا الإشي بشكل أساسي، أو قبل أن نحكي عن السبب بدنا نستذكر نقطة، إنه الحديد بشكل أساسي جوا الجسم أحد أماكن تخزينه الرئيسية إنه هو مخزن في داخل خلايا الدم الحمراء، هو مخزن ضمن الهيموغلوبين. فبالتالي
هذا هو خلينا أحكي اللي بيلعب الدور الأساسي في كون الفيميلز عندهم شدة الأعراض في حالة الهيموكروماتوسيس أقل من الميلز، لأنه ببساطة الفيميلز بشكل شهري هم بيفقدوا جزء من الدم عبر المنسترول سايكل، فقدانهم لجزء من الدم رح يخفف من نسبة الحديد اللي عندهم في الجسم، فبالتالي بتصفي الأعراض اللي عندهم حتضلها أقل من الميلز، لأن الميلز هم مش ما بيدوا بلود من جسمهم، وبالتالي نسبة الحديد عندهم بتضلها في تراكم وفي ازدياد. لذلك أصلا الأشخاص المصابين في الهيموكروماتوسيس أحد النصائح أو أحد خليني أحكي التريتمنت مانجمنت لهم إنهم يتبرعوا في الدم بشكل شهري على أساس إنه يخففوا من نسبة الحديد عندهم في الجسم. فهذا هو الفرق بين السكس انفلونسد وبين السكس لينك. السكس لينك كمان مرة بيكون عندي الديفكتيف جين بشكل أساسي محمول على الاكس كروموسوم، بالمقابل في السكس انفلونس بيكون الديس اوردر او الديفكتيف جين محمول على احد الاوتوسوم الكروموسومز ولكنه يتاثر بالجنس نفسه، فبالتالي شده المرض تختلف اذا كان ميل او اذا كانت فيم. مثال اخر على او مصطلح اخر بدنا نكون ملمين فيه بما يتعلق في الديس اوردرز اللي هو السكس ليميتد ديس اوردر. السكس ليميتد ديس اوردر هو فعليا ديس اوردر شوي مختلف عن السكس لينك وعن السكس انفلونس. السكس ليميتد ديس اوردر هو بشكل اساسي ديس اوردر بيكون في الديفكتيف جين محمول ايضا على احد الاوتوسوم الكروموسومز، ولكنه ما تظهر اعراض المرض فيه الا عند احد الجنسين. يعني مثلا ممكن الديفكتيف جين يكون محمول عادي على جين محمول على أحد الكروموسومات الجسمية 1 7 10 أي واحد منهم، بس المرض نفسه أعراضه مش راح تظهر إلا عند الميلز مثلا أو إلا عند الفيميل، لأنه بشكل أساسي طبيعة هذا الجين بيكون له علاقة بالسكندري أو البرايمري سيكشوال كاركترستيكس عند أحد الجنسين. يعني مثلا اذا كان هذا الجين له علاقه بالريبرودكتيف سيستم عند الفيميل على الفيميلز على سبيل المثال، فبالتالي مش راح تظهر اعراضه عند الميلز، او اذا الجين المتاثر كان له علاقه بالبرايمري او السكندري كاركترستكس عند الميلز، فبالتالي اعراضه مش راح تظهر عند الفيميلز وهكذا. فعشان هيك بسميه سكس ليميتد، لانه ما بيظهر الا عند احد الجنسين، على الرغم من انه الجنس الاخر ممكن يكون جين بس أعراضه مش راح تظهر عنده، لأنه كمان مرة هو ما بيعم يملك السكندري أو البرايمري كاركترستيكس اللي بتسمح له بأنه يظهر الأعراض. من أبرز الأمثلة على هاي disorders، أو هلأ رح نحكي عن مثال بتوسع أكثر، بس في مثال بنمر عليه على السريع اللي هو مثال undescended testicles أو اللي هو الكريبتوركيديزم whatever، ما بعرف بالضبط كيف تنقرأ. فالمهم هذا الديسوردر اللي هو يتمثل بالأندسندد تستيكل، احنا بنعرف بشكل أساسي إنه الميلز عندهم وقت ما تتشكل التستس تتشكل بوقت مرحلة الجنين، تتشكل في البداية في البطن وبعد فترة بصيرها ميجريشن وبتروح على السكروتم. بس في بعض الأطفال اللي بينولدوا بتكون عندهم التستس فعلياً ما زالت في داخل البطن وما عملت ميجريشن. هذا الديسوردر هو فعلياً كومبلكس ديسوردر، يعني له أسباب جينية بالإضافة لبعض الانفيرومنتال فاكتورز اللي بتأثر على الأم خلال فترة الحمل. بس بشكل عام ديسوردر زي هذا هو ديسوردر على الرغم من انه الجين اللي بيأثر على موضوع الميجريشن هو اوتوسوم الجين، بس بشكل اساسي هو فعليا مش حيأثر الا على لانه موضوع التست مش موجود الا عند الميد. فهذا اللي بقصده في السكس ليميتد ديسوردرز. فكمان مره لما احكي سكس لينك يعني الديفكتيف جين بشكل اساسي محمول على الاكس كروموسوم، لما احكي سكس انفلونس يكون الديفكتيف جين محمول على احد الاوتوسوم الكروموسوم ولكن شده المرض تختلف على حسب الجنس المتاثر، لما احكي سكس ليميتد
ال disorder أو defective gene اللي بيسبب disorder بيكون محمول على أحد الأوتوسومال كروموسومز، ولكن أعراض المرض ما بتظهر إلا عند أحد الجنسين. من أبرز الأمثلة على هذا ال disorder، disorder يطلق عليه اسم الفاميليال تستوس توكسيكوسيس أو الفاميليال ميل ليميتد بريشيس بيوبرتي. هذا ال disorder بشكل أساسي هو الخلل فيه بيكون خلل على مستوى الجين ال LHTGR أو اللي هو اليوتينايزينج هرمون جونادوتروبين ريسبتور، هذا أو كوريوتروبيك جونادوتروبين ريسبتور. هذا الجين بشكل أساسي إز أن أوتوسومال جين، هو جين محمول على كروموسوم رقم 2. هذا الجين هو الجين المسؤول عن إنتاج مادة التستوستيرون في الجسم، وإحنا بنعرف إنه مادة التستوستيرون سامعيني يا جماعة؟ قطع النت لأنه معي أنتو؟ تمام. نرجع للمحاضرة. كنا نحكي عن الديسوردر اللي هو بطلق عليه اسم الفاميليال ميل ليميتد بريشيس بيوبرتي أو الفاميليال تستوس تكسيكوسيس. هذا الديسوردر كمان مرة هو ديسوردر بشكل أساسي بيكون الخلل فيه محمول على الجين اللي بسميه ال LHCGR جين، واللي هو جين محمول على أحد الأوتوسومال كروموسوم. هذا الجين بشكل أساسي هو الجين المسؤول عن إفراز أو تصنيع مادة التستوستيرون في الجسم، وإحنا بنعرف إنه هاي المادة هي مادة مهمة وأساسية عند الميلز بشكل أساسي. فبالتالي هذا الجين لو حدث وصار في عليه خلل، بحيث إنه الخلل أو طبيعة الطفرة اللي حدث عليه خلته يصير هايبر اكتف، فبالتالي بصير عم ينتج لي أو الأشخاص المصابين في هذا المرض بصير عندهم إنتاج مادة التستوستيرون عالي جدا بعمر صغير كتير. فبالتالي الميلز المصابين في هذا المرض بيكون عمرهم لا يتجاوز 4 سنوات، يعني من عمر 2 لـ4 سنوات بتبلش تظهر عندهم أعراض البيبريت أو عفوا اللي هي البيبريتي ساينز. فبالتالي زي ما شايفين بالصورة هو فعليا طفل يدوب لما يتجاوز حتى 3 أو 4 سنوات وظاهر عليه اللي هي secondary signs للميل. فبالتالي مرض زي هذا هو مرض مظبوط محمول على الأوتوسومال جين، ولكن أعراضه مش راح تظهر سوى عند الميلز، لأن الميلز هم اللي بشكل أساسي بيتأثروا في هرمون التستوستيرون. ولكن الأنثى اللي بتكون حامل لهذا الديسوردر ممكن إنها تنقل المرض لابنها، ولكن هي مش حيظهر عندها أي أعراض. فعشان هيك هذا الديسوردر يصنف على إنه سكس ليميتد، بحيث إنه أعراضه مش راح تظهر سوى عند جندر معين. وفعلياً البيديجري اللي حطيت لي إياها بالصورة هون هي بيديجري بتعبر عن المرض.
للوهلة الأولى لما أنا أشوف البيديجري ممكن أعتقد إنها بيديجري لإكس لينكد كروموسوم. ليش؟ في حدا بيقدر يحكي لي ليش أنا ممكن أشوف البيديجري وأحكي إنها لإكس لينكد ديزيز وليس لأوتوسومال ديزيز؟ في حدا عنده فكرة يا جماعة ليش بمجرد ما أشوف هاي البيديجري ممكن في المر يعني للوهلة الأولى أعتقد إنها بيديجري لأنه خاصة في كلهم الإكس لينك؟ فيميل، كلهم فيميل، ما في ديسبشن على الميل. قصدك بالعكس لأنه كلهم ميل المصابين وما فيش قصدي ميل كلهم ميل، قصدي شيف في بالضبط. فيميل، صحيح. للوهلة الأولى بمجرد ما أشوف البيديجري راح أعتقد إنها لإكس لينك ريسيسيف ديس أوردر، لأنه كل المصابين بالبيديجري هم ميلز فعليا، وإحنا بنعرف في الإكس لينك ريسيسيف أغلب المصابين بيكونوا ميلز فعليا، والفيميلز نادرا ما أشوف إنهم نادرا ما أشوف إنهم مصابين، لأنهم بحاجة لتو ديفكتيف جينز لحتى يظهر عندهم المرض، وهذا إشي نادر الحدوث. فللوهلة الأولى أعتقد إنها إكس لينك ريسيسيف، بس في نقطة مميزة راح تخليني أنتبه إنه فعليا هي مش إكس لينك وإنما هي أوتوسومال بديجري. شو اللي راح يخليني أعرف إنها أوتوسومال بديجري؟ في حدا بيقدر يحكي لنا؟ نقطة أساسية حكيناها المرة الماضية وقت ما شرحنا عن الأوتوسومال والإكس لينك ديس أوردرز. في حدا عنده فكرة يا جماعة؟ شو اللي ممكن يخليني أعتقد إنه أو خليني أنفي اعتقاد إنه هاي إكس لينك بديجري؟ فيش حدا عنده فكرة؟ تمام. النقطة اللي بتخليني أفرق إنه هاي أوتوسومال بديجري وليس إكس لينك هي فكرة الفاذر تو سن ترانزميشن. إذا متذكرين إحنا حكينا وقت ما شرحنا عن الإكس لينك ديس أوردرز إنه بهاي الديس أوردرز مستحيل الأب يكون مصاب في المرض وينقل هذا المرض لأولاده، لأنه هو ببساطة المرض الإكس لينك هو مرض محمول على الإكس كروموسوم، والأب وقت ما يورث أبنائه هو حيورثهم الواي كروموسوم وليس الإكس كروموسوم. فلذلك إذا أنا شفت بديجري وشفت أب مصاب ونقل المرض لابنه المصاب، ففعليا لازم أكون متأكد 100% إنه هاي مش إكس لينك بديجري، لأنه في البديجري مستحيل الأب المصاب ينقل المرض لابنه المصاب، هو بينقل المرض لبناته وليس لابنه. فعلى هذا الأساس بتظهر معي إنه هاي البديجري هي بديجري لأوتوسومال دوميننت وليس لإكس لينك ديسأوردر. في نقطة أخرى حاكي لي إياها هون، بيقول لي females are non-penetrant carriers. الفيميلز بهذا النوع من الديسوردر they are non-penetrant. كمان مرة non-penetrant راح نتطرق له ممكن كمان شوي، بس البنترانس لما أحكي عن شخص إنه non-penetrant أو penetrant إن أو لما أحكي عن شخص إنه non-penetrant إنه ببساطة هذا الشخص هو حامل الجينوتايب للمرض، ولكن أعراض المرض مش عم تظهر عنده. فبحالة الفاميليال تستوستوكسيكوسيس فعليا الفيميلز بيكونوا حاملين للجينوتايب، هم ممكن انه الجينوتايب يكون عندهم بس ما بيظهروا اعراض المرض، لانه ببساطة هو المرض مش مرتبط في الهرمونز اللي بتكون موجودة عندهم بكثرة. فعشان هيك الفيميلز بهذا النوع من الديس اوردرز بطلق عليهم اسم نون بينترانت كاريرز، إنه أعراض المرض عندهم ما بتظهر. فهيك بنكون فرقنا بين الثلاث أنواع الأساسية: السكس لينكد، السكس السكس انفلونسد، والسكس ليميتد. نيجي هلأ لمصطلح جديد بدنا نميزه، هو مصطلح السيدو دوميننس. بس قبل لا نحكي عن السيدو دوميننس بدنا نحكي عن مصطلح الدوميننس نفسه. لما احكي عن disorder معين انه dominant، الدوميننت disorders في اشي بيميزها في البيديجري،
في حدا متذكر شو خصائص الأوتوسومال بديجري؟ وقت ما أحكي عن أو الأوتوسومال دوميننت بشكل عام، دوميننت بديجريز، شو خصائصها؟ تذكروا لي إنه خصائص بس هذا قليل واحد. البديجري. صحيح، اللي الواحد كافي لحتى يظهر المرض. صحيح، شو كمان؟ شو في خصائص ذكرناها عن البيديجري الخاصة في الأوتوسومال دوميننت؟ يمكن vertical mode of transmission. ممتاز، الـ vertical mode of transmission. حكينا إنه من أهم خصائص الـ autosomal dominant disorders الـ vertical mode of transmission، واللي بقصده في الـ vertical mode of transmission إنه بكل generation لازم يظهر عندي على الأقل حالة واحدة مصابة في المرض، لأنه يعني المرض سهل إنه يظهر. بالمقابل في الـ autosomal recessive disorders حكينا إنه هذا النوع من الأمراض بيمتاز في الـ horizontal mode of transmission. والـ horizontal mode of transmission بقصد فيها إنه في كل البيديجري رح ألاقي فقط generation واحد بقلبه أكثر من شخص مصابين. هذا في الـ autosomal recessive disorder. فبالتالي لما أجي بدي أحكي عن السيدو دومينانس، السيدو دومينانس هو مصطلح بعبر فيه عن أحد حالات الـ autosomal recessive disorder. في الأوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر زي ما قلنا قبل شوي انه بكل البيديجري بيظهر عندي فقط 1 جينيريشن بقلبه شخص او شخصين مصابين في المرض. في بعض الكيسز اللي هي الكيسز الاستثنائيه بيكون عندي اذا تزوج عندي شخص مصاب بالأوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر مع شخص حامل للأوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر، فتلقائيا عندهم احتماليه انه ينجبوا طفل مصاب في الاوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر حتكون نص. يعني عند كل حمل حتكون احتماليه انجابهم لطفل مصاب في الاوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر هي نص. فبالتالي على هذا الاساس بصفي لو بدي اجي اطلع على البيديجري للوهله الاولى حاعتقد انه هاي البيديجري هي بيديجري لاوتوسومال دوميننت، لانه عم يظهر عند المرض في كل جينيريشن. وهذا الإشي شو ماله؟ وهذا الإشي هو خاصية موجودة فقط في الأوتوسومال دومينانت. بس في حالة الأوتوسومال ريسيسيف اللي هي في كيس نادرة زي هاي الكيس، ممكن يظهر عندي أكثر من شخص مصاب في المرض في أكثر من جينيريشن. السبب بيكون إنه طبيعة الباترنال الميتينج باترن عفوا اللي صارت بين البيرنتس هي اللي سببت إنه يظهر عندي أشخاص مصابين في المرض في أكثر من جينيريشن. فعلى هذا الأساس بطلق هاي الكيس اسم السيدو دومينانس، لأنها هي تظهر بشكل يعني للوهلة الأولى وكأنها دومينانت، ولكنها إيش بتكون؟ بتكون هي فعلياً ريسيسيف، فعشان هيك بسميها دومينانت الكاذب أو السيدو دومينانس. واضحة؟ دكتورة ما حسيت إني فهمتها بصدق. تمام، كمان مرة. بحالات الدوميننت ديسوردرز لو أنا بدي أطلع على بديجري تابع على دوميننت ديسوردرز بشكل أساسي راح أشوف أو من أكثر الخواص اللي بتميز الدوميننت ديسوردرز إنه بيكون ظاهر عندي في كل جينيريشن بيكون في عندي شخص مصاب. تمام؟ بالمقابل في حالات الريسيسيف ديسوردرز بكل البديجري راح ألاقي عندي فقط جينيريشن واحد بقلبه شخص أو شخصين مصابين. تمام؟ هلأ في بعض الكيسز الاستثنائية في حالات الريسيسيف ديس اوردر، إذا كان عندي شخص مصاب في ريسيسيف ديس اوردر راح تزوج في شخص مصاب في شخص عفوا حامل للريسيسيف ديس اوردر. بهاي الكيس قديش احتمالية إنهم ينجبوا هدول الشخصين اللي هو المصاب والحامل للمرض الريسيسيف بالأخص، قديش احتمالية إنهم ينجبوا شخص مصاب في الريسيسيف ديس اوردر؟ نص نص. تمام، فبالتالي يعني في عندي احتمالية عالية إنه طفلهم أو ابنهم يكون مصاب في الديس أوردر. فأنا بشكل أولي أول ما أجي أشوف البديجري الخاصة في هدول الأشخاص راح أعتقد إنها أوتوسومال دومينانت. ليش؟ لأني عم بشوف كيسز مصاب في المرض في كل جينيريشن، بيكون الأب مثلا مصاب بسبب إنه تزوج من أنثى حاملة للمرض، فهو أطفال أيضا راح يكون أو في عنده راح يكون بعض الأطفال راح يكونوا مصابين في المرض. فأنا في للوهلة الأولى راح أشوف أكثر من جينيريشن عندهم الديس أوردر، فتلقائيا شو راح أعتقد؟
إنها dominant. راح أعتقد إنها dominant، ولكن هي في الحقيقة ليست dominant، هي recessive، ولكن بسبب الميتينج باترن اللي حدث بين شخص مصاب وشخص حامل نشأ عندي إنه في عندي أكثر من شخص مصاب في عدة generation. فهذا الأساس أنا راح أعتقد إنها dominant، ولكن هي في الحقيقة ليست dominant، هي recessive، فبالتالي هي pseudo dominant. وضحت؟ تمام دكتورة إسلام. تمام. نيجي للنوع الآخر اللي هو الـ incomplete dominance. الـ incomplete dominance هو إشي تطرقنا له فعلياً وقت ما شرحنا الأوتوسومال dominance، ولكن اليوم رح نتطرق له مع مثال عملي. إحنا حكينا في حالات الأوتوسومال dominant disorders في عندي بشكل أساسي نوعين لظهور الأعراض. في عندي نوع بطلق عليه اسم الـ pure dominant، وفي يا جماعة حقكم علي، مش عارفة ماله عندي النت بقطع، بس خلونا نكمل على محل الموصل. كمان مرة بالنسبة ل سوري بالنسبة لل disorders في حالات الأوتوسومال dominant، إذا كان عندي شخص حامل للجينوتايب دي كابيتال دي سمول أو حامل للجينوتايب دي كابيتال دي كابيتال، فبالحالتين هذا الشخص بعتبره مصاب. ففي حالة البيور دوميننت، الشخص اللي حامل لهاي الطفرة أو اللي حامل لهاي الطفرة أعراضه المفروض تكون متماثلة، فهاي بطلق عليها اسم بيور دوميننت، وهو إشي نظري وليس واقعي. نادرا ما أشوف كيس واقعية في هذا الحكي. الإشي الواقعي اللي هو الإنكمبليت دوميننت، اللي هو ينص على إنه عدد الديفكتيف جينز اللي حاملهم الشخص المصاب كل ما زادت شدة أعراض المرض، فهذا اللي بطلق عليه اسم الانكمبليت دومينانت. ففي حالة الأوتوسومال دومينانت أو في حالة الانكمبليت دومينانت، من أبرز الأمثلة على هذا الإشي اللي بيوضح لنا الموضوع اللي هو مرض الأيخوندروبليجيا. في مرض الأيخوندروبليجيا هو ببساطة مرض القزمة، الشخص اللي بيكون مصاب فيه بيكون في عنده خلل على أحد الجينات اللي هي الجروث فاكتورز اللي هي الـ FGFR3. هذا الجين إذا أو الشخص اللي حامل لهذا الديفكتيف جين إذا كان عنده فقط نسخة واحدة، يعني لو بدي أجي أرسم الجينوتايب لإلهم، فلو كان عنده الجينوتايب دي كابيتال دي سمول، فتلقائيا بحكي عن هذا الشخص إنه شخص أو تلقائيا رح يتطور عنده مرض الأيخوندروبليجيا. بس لو كان في عندي شخص مصاب أيضا أو في عنده ديفكتيف جينز، بس الديفكتيف جينز اللي عنده كانوا دي كابيتال دي كابيتال، يعني الجينين اللي حاملهم كانوا ديفكتيف، ففي هاي الكيس فعليا الجنين المصاب بهذا او الجنين اللي حامل لهدول التو ديفكتيف جين فعليا نادرا ما حتى انه يوصل لطور الولاده. هو فعليا بيكون انه يولد وهو بيكون ميت هذا الجنين. فانه شوفوا الفكره كيف، انه كل ما زاد عند هذا الشخص او كل ما زاد عندي عدد الجينات اللي كانت متأثرة في أو عدد الديفكتيف جينز، كل ما شدة أعراض المرض تفاقمت وبشدة. فإذا كان فهدول الأشخاص اللي عندهم فقط one defective gene على ال FGFR3 جين، ففعليا تطور عندهم مرض الأيخوندروبليجي. بالمقابل الأشخاص اللي عندهم two genes are defective، هم فعليا لم حتى يصلوا إلى طور الولادة، وإنما كانوا ستيل بيرث أو ولدوا هم ميتين، مثل الصورة اللي موجودة هون. فهذا اللي بقصده في الـ incomplete dominance. واضحة؟ واضحة. تمام. نيجي لمصطلح آخر متعلق في موضوع الـ dominance اللي هو مصطلح الـ co-dominance. الـ co-dominance لما أنا أحكي عن إشي إنه co-dominance بقصد فيه إنه عندي سيادة مشتركة.
يعني بيكون في عندي جينين، هدول الجينين بتظهر أعراضهم فعليا، أو مش شرط أعراض، يعني مش شرط أعراضهم، المهم إنه الفينوتايب لإلهم بيظهر الشقتين بشكل مشترك بدون ما حدا يأثر على الآخر. من أبرز الأمثلة على هذا الموضوع من الكودومينانس اللي هي البلودي جروبس اللي موجودة، اللي موجودة على الار بي سي. احنا بنعرف انه الار بي سي او البلودي جروبس هي عباره عن انتيجين محموله على السيل ممبرين للار بي سي. فالشخص اللي بيكون عنده الانتيجين A بيكون حامل، بيكون البلود له A، اللي بيكون عنده الانتيجين B بيكون البلود له B، واللي بيكون عنده تو انتيجين اللي هم ال A وال B بيكون البلود عنده AB. فبالتالي هذا النوع من الانتيجين او طبيعة التعبير عن هذا النوع من الانتيجينز بطلق عليه اسم كودومينانس، بحيث انه التو جينز بتم التو جينز بيظهروا بسيادة مشتركة بدون ما حدا يأثر على الثاني او بدون ما حدا يطغى على الاخر. فهذا اللي بقصده في الكودومينانس. واضحة؟ دكتورة بس ما في زمر الدم بي او مثلا؟ كلمة او يعني وجود الاو لحالها شو بتعني؟ بتعني انه ما في شيء عندي انتيجن، يعني الاشخاص اللي عندهم الاشخاص اللي دمهم او يعني هم ما فيش عندهم لا الانتيجن اي ولا الانتيجن بي. فلما احكي فلما احكي بي او يعني هو عنده الانتيجن بي بس فيش عنده الانتيجن اي. تمام. نيجي هلا ل موضوع جديد، مش جديد كثير يعني، هو بس هو علاقة الجينوتايب بالفينوتايب. مجموعة شغلات لازم نكون على علم فيها وقت ما نحكي عن علاقة الجينوتايب مع الفينوتايب. بشكل أساسي في عندي نوعين أساسيين بيربطوا الجينوتايب مع الفينوتايب. في عندي إشي بطلق عليه اسم الجينيتك هيتيروجينيتي، وإشي آخر بطلق عليه اسم الفينوتيبك هيتيروجينيتي. الجينوتيبك أو الجينيتك هيتيروجينيتي هو ببساطة أشخاص بيكون في عندهم مرض أو نفس أعراض المرض، ولكن لو بدي أجي أرجع لورا وأشوف أشوف فعليا الجينوتايب لإلهم، فرح ألاقي الجينوتايب عندهم مختلف. في حالة الجينيتك هيتيروجينيتي لما أحكي عندي هذا المرض بيمتاز إنه الجينيتك هيتيروجينيتي، بقصد فيها إنه المرض نفسه أو أعراض المرض نفسها بتظهر من جينوتايبس مختلفة عند أشخاص مختلفين. هلأ رح نيجي نوضح هاي دول النقطتين، بحيث إنه في عندي منه نوعين، الأليليك واللوكس هيتيروجينيتي، هلأ رح نتعمق فيهم. بس مبدئيا في الجينيتك هيتيروجينيتي عندي نفس الاعراض نفس الفينوتايب بس الجينوتايب مختلف. بالمقابل في الفينوتيبك هيتيروجينيتي بيكون عندي اعراض المرض مختلفه لانه كمان الجينوتايبس عندي مختلفه. فببساطه هذا هو الفينوتيبك هيتيروجينيتي. من اسمه فينوتيبك هيتيروجينيتي يعني الفينوتايبس مختلفه ولكن الجينوتايبس وحتى الجينوتايبس تكون مختلفه. بس في الجينوتيبك هيتيرو او في الجينيتك هيتيروجينيتي بيكون الفينوتايب نوعا ما متشابه بس الجينوتايب هو المختلف. لو بدنا نيجي نحكي عن انواع الجينيتك هيتيروجينيتي اللي هو الليك هيتيروجينيتي. في الليك هيتيروجينيتي احنا بنعرف قليل، هو لما احكي عن شيء انه قليل يعني هو نسخه من الجين. ففي حاله الليك هيتيروجينيتي اللي بيكون عندي إنه بيكون الجين بالعادة إحنا بنعرف بيكون بيتكون من عدد كبير من النيوكليوتيدات، صح؟ فعلى سبيل المثال هذا عندي جين، الجين على سبيل المثال بيتكون من 50,000 نيوكليوتيد. هلأ في عندي على كل هدول 50,000 ممكن يحدث عندي ميوتيشنز، ممكن يحدث عندي ميوتيشن على سبيل المثال يعني بس ممكن يحدث عندي ميوتيشن مثلا هون، ممكن يحدث ميوتيشن هون، ممكن يحدث ميوتيشن هون، ممكن هون. بس كل هاي الميوتيشنز اللي عم تحدث شو مالها؟ كلها عم تحدث على نفس الاليل.
فبالتالي بشكل نهائي بالغالب رح ينتج عندي نفس المرض. فهذا اللي بطلق عليه اسم الأليلك هيتيروجينيتي، إنه عم يحدث عندي ميوتيشنز مختلفة على نفس الأليل، بس المرض أو الأعراض المرض اللي عم تظهر هي نفسها. من أبرز الأمثلة على هذا الإشي مرض السيستيك فايبروسيس. مرض السيستيك فايبروسيس أتوقع سمعنا فيه كلياتنا، هو مرض تليف الكيس، هو مرض مشهور كثير. هذا المرض أو هذا الديس أوردر لو بدي على أكم ميوتيشن بتسبب لي، فتقريبا لحد الآن مكتشفين ما يقارب 1400 ميوتيشن على الأليل المسؤول عن هذا الديس أوردر. كلياتها ميوتيشنز مختلفة، يعني مرة ميوتيشن بتصير هون، مرة ميوتيشن بتصير هون، مرة هون، مرة هون، وهكذا. كل هاي الميوتيشنز بتقود إلى نفس الديس أوردر اللي هو السيستيك فايبروسيس. ممكن يكون عندي تفاوت بسيط في الأعراض تبعا للميوتيشن اللي سببته، بس كلياتهم عم بيسببوا لي سيستيك فايبروسيس. فهذا اللي بسميه الأليلك هيتيروجينيتي. فالأليلك هيتيروجينيتي إنه أنا بيكون في عندي ميوتيشنز مختلفة على نفس الأليل. طبعا كل شخص بيكون عنده ميوتيشن مختلفة، ولكن كل هاي الميوتيشنز اللي محمولة أو اللي عم بتصير على نفس الأليل كلياتها عم تنتج لي نوعا ما نفس الديس أوردر أو نفس المرض اللي هو مثلا في هاي الكيس هو السيستيك فايبروسيس. واضحة؟ واضحة. نيجي للنوع الآخر من أنواع الجينيتك هيتيروجينيتي اللي هو اللوكس هيتيروجينيتي. اللوكس هيتيروجينيتي هو مختلف عن الأليلك هيتيروجينيتي في إنه اللي بيكون متأثر عندي، أو قبل نحكي عن اللي بيكون متأثر بشكل عام، بيكون عندي نفس الديس أوردر بس كمان مرة نرجع الجينوتايب عندي مختلف. بس في حالة اللوكس هيتيروجينيتي الجينوتايب اللي بيكون مختلف هو إنه أنا بيكون عندي جين مختلف تماماً اللي صار فيه الديس أوردر بس أنتج لي نفس المرض. يعني على سبيل المثال عندي جين رقم واحد محمول على الجين رقم واحد على سبيل المثال محمول على كروموسوم واحد، جين اثنين محمول على كروموسوم ثلاثة، جين ثلاثة محمول على كروموسوم خمسة، وهكذا. إذا عندي صار خلل في جين رقم واحد حينتج لي الديس أوردر نفسه، إذا خلل في الجين رقم اثنين أيضا حينتج لي نفس الديس أوردر، إذا صار عندي خلل على الجين رقم ثلاثة أيضا حينتج لي نفس الديس أوردر، مع إنه اللي عم يصير فيهم الديفكت هم جينات مختلفة، ولكن عم كلياتهم عم ينتجوا لي نفس الديس أوردر. من أبرز الأمثلة على هذا الإشي مرض الريتينايتس بيجمنتوزا. مرض الريتينايتس بيجمنتوزا هو فعليا ديس أوردر بتظهر أعراضه نوعا ما بتكون متشابهة عن كل الأشخاص المصابين فيه، بس لو بدي أرجع وأشوف الجينوتايب لهدول الأشخاص ففعليا الجينوتايب بيتوزع على جينات، على عدة جينات. الجينات هاي يعني شوفوا قديش الإشي متنوع، إنه الجينات هاي حتى طبيعة توريثها بتكون مختلفة. يعني في بعض هاي الجينات اللي بتسبب لي الريتينايتس بيجمنتوزا بيتم توريثها على إنها إكس لينكد جينز، فبالتالي المرض بيكون بيتبع الإكس لينكد مود أوف إنهيرتنس. جينات أخرى بتكون لها علاقة في الأوتوسومال دوميننت، يعني تورث على إنها أوتوسومال دوميننت ديزيز، بس أيضا هي عم تعطيني الريتينايتس بيجمنتوزا، هو نفس المرض ولكن المسبب له مختلف. جينات ثانية بتسبب لي نفس المرض بتكون محمولة أو بتورث على إنها أوتوسومال ريسيسيف. فكل جين يورث في طريقة، كل جين محمول في مكان، كل جين له خصائصه، بس كلياتهم إذا حدث فيهم ديفكت فعليا حينتج عندي نفس المرض اللي هو الريتينايتس بيجمنتوزا. فهذا هو اللوكس هيتيرو جينيت. واضح؟ واضح. نيجي للنوع الآخر اللي حكينا عنه اللي هو الفينوتيبك هيتيرو جينيتي. الفينوتيبك هيتيرو جينيتي زي ما قلنا من اسمه فينوتيبك هيتيرو جينيتي، يعني أنا في عندي اختلاف في الأشكال أو في الفينوتايبس اللي ظاهرة. فبيكون في عندي اختلاف في الفينوتايبس بسبب إنه طبيعة الطفرة اللي حثت على نفس الجين مختلفة. يعني كيف؟ يعني في عندي جين، هذا الجين على سبيل المثال لو حدث وصار في عليه طفرة بحيث إنه هاي الطفرة سببت إنه يصير عنده جين ميوتيشن. إيش يعني جين ميوتيشن؟ في حدا بذكرنا؟ لما أحكي عن ميوتيشن إنها it's a gain mutation إيش بقصد فيها؟
في حد عنده فكرة يا جماعة؟ لما أحكي عن mutation إنها gain mutation بقصد فيها إنه هذا الجين اكتسب أو يعني صار يشتغل بزيادة، فهاي بسميها gain mutation. بالمقابل لما أحكي إنه صار عندي loss mutation فبقصد فيه إنه الجين هذا فقد وظيفته، بطل قادر يقوم بالوظيفة الخاصة فيه. من أبرز الأمثلة على هذا الموضوع اللي هو الريد جين. الريد جين هو الجين المسؤول عن تصنيع التايروسين كايناز ريسبتر. هذا الجين لو حدث وصار في عليه جين ميوتيشن، يعني صار فعليا عم يشتغل بشكل زايد عن اللزوم أو أكثر من الطبيعي، رح ينتج عندي ديسوردر بسميه المالتيبل إندوكراين نيوبليجيا تايب 2. هذا الديسوردر بشكل أساسي بيتمثل إنه الأشخاص المصابين فيه بيكون في عندهم كانسرز، بيكون في عندهم تيومرز منتشرة بكثير من أماكن في الجسم. بالمقابل نفس الجين لو حدث وصار في عليه طفرة، بحيث إنه الطفرة اللي حدثت كانت loss of function mutation، ففعلياً طبيعة الديسوردر اللي راح تنتج راح تكون ديسوردر مختلفة تماماً، فراح ينتج عندي الديسوردر اللي بيطلق عليه اسم الهيرشبرانج واللي هو بشكل أساسي تيومر بيصير في القولون. ففعلياً طبيعة الديسوردرز أو الفينوتايبس للديسوردرز اللي راح تنتج راح تكون مختلفة تماماً بسبب إنه طبيعة الطفرة اللي حدثت على نفس الجين كانت مختلفة، فهذا اللي بيطلق عليه اسم الفينوتيبك هيتيرو جينيتك. واضحة؟ واضحة. تمام. نيجي هلا لآخر جزئية بدنا نحكيها اليوم، واللي هي عن الفاكتورز اللي بتأثر على البيديجري باترن بشكل أساسي. في عنا مجموعة فاكتورز لازم ناخذها بعين الاعتبار وقت ما يكون في عندي بيديجري، ومن هاي البيديجري بدي أوصل لتشخيص معين، اللي هي البنترانس، الإكسبرسيفيتي والبليوتروبي والإيج أوف أونست، واللي هلأ رح نيجي لهم واحدة واحدة. أول نقطة اللي هي نقطة البنترانس، واللي هي النقطة اللي إحنا ممكن تطرقنا لها في المحاضرة السابقة أو حتى في المحاضرة هاي في البداية. البنترانس كمان مرة لما أحكي عن شخص إنه مثلاً نون بنترانس، يعني هذا الشخص بتكون عنده الجينوتايب، بيكون هو حامل للجينوتايب ولكن أعراض المرض مش عم تظهر عنده. فببساطة البنترانس هو قديش هذا قديش أعراض المرض عم تظهر عندي، هل يا ترى هي عم تظهر ولا مش عم تظهر، فهذا اللي بطلق عليه اسم البنترانس. ففي أشخاص مثلاً ممكن يكونوا حاملين للديفكتيف جينوتايب ولكن فيش عندهم بنترانس، يعني كانوا نون بنترانس، بهاي الحالة هم الأعراض عندهم مش ظاهرة ولكن الجينوتايب عندهم is the abnormal genotype، فهادول بسميهم نون بنترانس. في أمراض فعلياً بيمتازوا إنه بيكون عندهم نسبة البنترانس في disorder قليلة. كيف يعني؟ يعني إنه في أشخاص إن هذا المرض بيكون يمتاز بإنه الأشخاص اللي حاملين الجينوتايب ممكن بشكل كبير إنهم ما يظهروا أعراض للمرض. من الأمثلة على هذا الديسوردر أو على هاي الديسوردرز اللي هو السبليت هاند ديفورميتي. السبليت هاند ديفورميتي هو الديسوردر زي ما أنتم شايفين بالصورة هون، فعلياً بيكون في عندي خلل في الإيد الشخص المصاب فيها، حيث إنه بكون عندهم ظاهر مثلاً فقط أصبع، بقية الأصابع الثانية بتكون مشوهة. هذا هو السبليت هاند ديفورميتي. هذا المرض اللي بيميزه إنه نسبة البنترانس فيه هي 70%، يعني من كل 100 شخص مصابين في المرض فقط 70 شخص تظهر عندهم الأعراض، 30 شخص بيكونوا نون بنترانس، 30 شخص بيكونوا حاملين للجينوتايب ولكن الأعراض مش ظاهرة عندهم، فهذا اللي بطلق عليه اسم البنترانس. فعلياً الـ lack of penetrance هذا الإشي بيعقد genetic counseling أو بيعقد لي الأمور. ليش؟ في حد عنده فكرة ليش هذا الإشي شوي بيعقد لي مواضيع الزواج أو بيعقد لي genetic counseling أو غيره؟ يعني يمكن احتمالات ممكن أتوقع إذا حيصير المرض أو لا، أو حيظهر الأعراض أو لا. ممتاز، لأنه في كتير أشخاص ممكن يكونوا هم حاملين للديفكتيف جينوتايب
ولكن الأعراض مش ظاهرة عندهم، فهم بيكونوا بيفكروا نفسهم سليمين ولكن هم حاملين للديفكتيف جينوتايب، فممكن بكل بساطة إنهم يورثوا هذا الديفكتيف جينوتايب لأحد أبنائهم. فعشان هيك هذا النوع من الديسوردرز اللي بيكون فيه مقدار البنترانس واطي بيعمل على الكومبليكيشن لحالات الجينيتيك كونسلنج. الفاكتور الآخر اللي لازم ناخده في عين الاعتبار وقت ما نحكي أو وقت ما نتعامل مع بيديجريز اللي هو مع موضوع الإكسبريسيفيتي. الإكسبريسيفيتي شو بتفرق عن البنترانس؟ البنترانس هي فعلياً المرض، أعراض المرض ممكن تظهر ممكن ما تظهر. بالمقابل في الإكسبريسيفيتي أو في الفاريابل إكسبريسيفيتي إنه في ديسوردرز معينة طبيعة الأعراض فيها ممكن تتفاوت تبعاً للشخص المصاب فيها. يعني في أشخاص بيكونوا حاملين لنفس الجينوتايب بس شدة الأعراض تختلف من شخص لشخص، فهاي اللي بطلق عليها اسم الفاريابل إكسبريسيفيتي. من الأمثلة على هذا الموضوع اللي هو مرض النيوروفايبروماتوسيس. النيوروفايبروماتوسيس هو ديسوردر فعلياً محمول على الجين NF1. هذا الديسوردر الأشخاص المصابين فيه أو بشكل عام هو بيمتاز إنه عنده variable expressivity، يعني الأعراض أو الأشخاص المصابين فيه ممكن يظهروا أعراض مختلفة. يعني ممكن شخص تكون الأعراض عنده خفيفة كتير، شخص آخر تكون الأعراض عنده شديدة كتير. فهو هذا النوع من الديسوردرز بيمتاز بإنه variable أو expressivity له is variable. فبالتالي هذا الديسوردر هو بشكل أساسي ديسوردر أو كانسرس ديسوردر له علاقة في النيرف سيستم. ففي بعض الأشخاص اللي بيكونوا مصابين فيه بيكون أعراضهم خفيفة جدا، بحيث إنه الأعراض اللي عندهم هي مجرد سبوتس غامقة بيكون لونها قريب على اللون البني المحروق، فبيطلقوا عليه اسم الكافي ليت سبوتس اللي مثل الصورة اللي هون. ديفكت في هذا الجين ولكن هذا الشخص المصاب في هذا الديسوردر تكون خفيفة كثير زي هيك. بالمقابل في أشخاص ثانيين بيكون عندهم نفس الجينوتايب ولكن الإكسبريسيفيتي للديسوردر عندهم كان عالي، فكان المرض عندهم سيفير، فظهر عندهم تيومر، كان التيومر مالجنانت وظهر على مستوى النيرفوس أو على مستوى المصل حتى، مثل الشخص اللي بالصورة هون هو شخص أيضا مصاب في النيوروفايبروماتوسيس ولكن مستوى الأعراض عنده كانت عالية بحيث أنه كان في عنده تيومرز بنسبة عالية منتشرة عنده في الجسم. فبالتالي الأشخاص كمان مرة المصابين في الـ أو الفاريابل إكسبريسيفيتي أنه أعراض المرض راح تظهر بس الاختلاف في مقدار شدتها. بالمقابل في البنترانس أعراض المرض ممكن تظهر ممكن ما تظهر، هذا الفرق بالأساسي بينهم. نيجي نحكي عن نقطة تانية هي نقطة البليوتروبي. البليوتروبي تفضل. بس تسأل إيش بيعتمد شدة الأعراض؟ شدة الأعراض غالباً لها علاقة في يعني في كل الجينوتايب للشخص هذا بالإضافة للإنفايرومنت اللي هو موجود فيها. يعني environmental factor أكيد حتلعب دور في مدى تطور هاي الأعراض بالإضافة لطبيعة يعني كل الجينوتايب اللي عنده، إنه بيكون في بعض البروتينز اللي بتأثر، بعض الجينات الثانية اللي بتلعب دور، فهذا الإشي هو اللي بيساهم في موضوع الإكسبريسيفيتي. تمام. تمام. نيجي هلا نحكي عن نقطة أخرى اللي هي نقطة البليوتروبي. نقطة البليوتروبي بقصد فيها إنه في بعض الديسوردرز اللي هي بالغالب تكون سيندرومز، يعني اللي بيكون فيها مجموع الأعراض اللي بتأثر على المرض هي بالغالب بتصيب أكثر من أورجان للوهلة الأولى. أنا لو بدي أطلع هدول الأورجانز أو حتى هي مش مجرد للوهلة الأولى، إنه هي الأورجانز هاي بشكل أساسي بيكون ما إلها علاقة في بعض، بس فعلياً الشخص المصاب في هذا الديسوردر بيكون أو يعني هي طبيعة هذا الديسوردر إنه بتصيب عدة أورجان، بس هاي الأورجانز بشكل أساسي ما لهاش علاقة في بعض. هذا الإشي بطلق عليه اسم بليوتروبي. من الأمثلة عاد الإشي هي متلازمة مرفان اللي حكينا عنها في المرة السابقة. متلازمة مرفان إذا متذكرين حكينا إنه هي متلازمة بشكل أساسي الأشخاص المصابين فيها بيكون عندهم طول فارع أو بيمتازوا في ساين الإيد، إنه إذا أغلقوا إيدهم الأصبع عندهم الكبير بيطلع لبرة،
هاي الساين المميزة لهم. بس هو فعليا الموضوع مش مقتصر على الحكي، وإنما في عندهم أعراض أخرى بتأثر على العين، بتأثر على الهارت، على الفيزلز، على اللونجز، على السكيلتون. في عندهم كتير أعضاء في الجسم بتتأثر، فبالتالي هذا الإشي بيطلق عليه اسم بليوتروبي، لأنه أنا لو بدي أجي أطلع العين شو دخلها في السكن، شو دخله في الهارت، شو يعني فاهمين، كل أورجان فعليا ملوش علاقة بالتاني. فعشان هيك هذا الكيس بطلق عليه اسم بليوتروبي، أنا لما تكون عندي أعراض المرض عم بتأثر على أكثر من أورجان، بس هدول الأورجانز كتير ارتباط بيناتهم. نيجي هلا للفاكتور الأخير اللي بيأثر على البيديجريز، اللي هو الايج اوف اونست، اللي هو متى موعد ظهور المرض. احنا بنعرف انه الجينيتك ديس اوردرز هي ديس اوردرز ممكن تظهر في اوقات مختلفة من العمر. ممكن تظهر هو الجنين ما زال جنين اللي هي في مرحلة الانترايوتيراين، ممكن تظهر في مرحلة التشايلدهود، ممكن تظهر في مرحلة البيبرتي، ممكن تظهر في مرحلة الادلتهود، ممكن حتى في بعد الادلتهود. فبالتالي في كتير من أو الجينيتك ديس أوردرز المختلفة بتظهر على أوقات مختلفة، الديبنس بشكل أساسي على نوع هذا الديس أوردر. فبالتالي لازم الشخص المسؤول عن التشخيص الطبي وقت ما يجي شخص ديس أوردر بعينه ياخذ بعين الاعتبار متى هذا الديس أوردر بالوضع الطبيعي الايج اوف انست لإله. هل يا ترى هذا الايج اوف انست لإله على مرحلة الادلتود، على مرحلة التشايلدهود، على مرحلة الانفانسي؟ فلازم الشخص المسؤول عن التشخيص يكون عنده فكرة عن الموضوع. هذا الاشي او لما انا اعرف متى كل ديس أوردر بيكون الايج اوف انست لإله، هذا الاشي بيساعدني في عملية في التعامل مع البيديجري. لانه في على سبيل المثال بعض الديس اوردرز اللي بيكون مثلا الايج اوف اونست لها على وقت متاخر، على سبيل المثال بعد الاربعينات، تمام، مثل مثلا الهانتنجتون ديزيز. في بعض الديس اوردرز بيكون التشخيص لها او عفوا الايج اوف اونست لها على وقت متاخر. هدول الاشخاص مثلا على سبيل المثال شخص حامل لهذا الديس اوردر او لهذا الجينوتايب ولكنه توفي مثلا في عمر صغير، لا هذا الشخص أنا طول ما هو عايش ما شفت عنده أعراض المرض، فبالتالي أنا راح أعتقد إنه هذا الشخص هو مش ما كان حامل للمرض، بس على سبيل المثال تفاجأت إنه في أحد أبنائه المرض تطور في مرحلة عمرية متأخرة. فلازم أحط في عين الاعتبار إنه السبب لهذا الحكي كان إنه الـ age of onset لهذا المرض كان متأخر، وبالتالي هذا الشخص أصلا ما طور المرض خلال حياته لأنه هو أصلا مات أو توفي في عمر صغير. هذا الإشي أو معرفة الإيج أوف أونست لا الديزيزز المختلفة بيساعدني في فهم البيديجري وطريقة انتقال الأمراض عبر الجنريشنز. واضح؟ في حدا عنده سؤال لحد هون؟ تمام يا جماعة، إحنا لحد هون رح ننهي اليوم. المرة القادمة إن شاء الله رح ننهي هدول العشر الثمان سلايدات اللي ضايلين لنا ورح نبدأ في إشي جديد. بس بدي آخذ حضور وغياب، يعني بس